المواهب دي هي المواهب اللي ظهرت وبتظهر وهتظهر على ضفاف نهر النيل. المواهب دي في كل المجالات اللي هتفضل موجودة، وهيفضل معاها النيل، وهيفضل يدينا ناس زي زهراء. الزهراء لايق النيل، اسمها جميل جدا في الحقيقة، واسمها احنا عرفناه النهاردة لما كانت بتقرأ قرآن لأول مرة في مشهد احنا مش متعودين عليه، لكن ده كان بيحصل قدام السيد رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر الثاني للدول، المنتدى الوزاري التام لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة. فكانت زهراء بتقرأ قرآن، زهراء في ثالثة ثانوي أزهري وعايزة تدخل صيدلة، وإحنا يعني إيه، أنا بعتذر لها علشان الفترة الإخبارية ومتابعتنا للي بيحصل في مجلس الأمن خدت من وقتنا معاها شوية، لكن هي منورانا النهاردة بعد ما مصر كلها شافتها وتعرفت بيها وفرحت بيها. ازيك يا زهراء؟ اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ الحمد لله والله. اقول لك دكتوره زهراء بقى باعتبار انك ان شاء الله ربنا يوفقك وتدخلي صيدله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تسلمي. انت واخده المركز الاول في تلاوه القران الكريم على مستوى العالم. الحمد لله. الحمد لله. الكلام ده حصل امتى؟ ده من 5 سنوات اعتقد. من 5 سنوات. اه. وايه اللي جابك النهارده قدام رئيس الجمهوريه؟ ازاي بقى حصل الكلام ده؟ طبعا كان طلبوني في وزارة الأوقاف. أيوة. إن أنا أقرأ بعض الآيات وسجلوا لي بعض الآيات وكده ورفعوها على موقع الوزارة. بعد كده وزير الأوقاف، معالي وزير الأوقاف، رشحني إن أنا أكون موجودة في الاحتفالية النهاردة. الحمد لله. أنت من أول النهار وأنت يعني إيه رحتي الاحتفالية وعندك بقى مقابلات واجتماعات. أيوة وكده، بقيت شخصية عامة دلوقتي يا زهراء. شكرا لحضرتك. صح؟